شركة بورش في عندهم مقولة وهي إنه في 911 لأي شخص. فإذا كنت بتحابب تحطم بعض الأرقام القياسية على الحلبة ففي عندك الجي تي 3 آر إس، ولكن إذا كان بدك سيارة للاستخدام اليومي وبس للفت الانتباه على الطريق ففي 911 كاريرا كشف بانتظارك. ولكن في سيارة عندهم بكل موديلات الـ 911 بتصلح لكل هاي الأيام والأوقات، وهي السيارة اللي معنا اليوم، وهي البورش 911 تارجا 4 جي تي اس. تصميم البورش 911 تارجا 4 جي تي اس هو التصميم اللي تعودنا عليه مع اي بورش 911، وهذا التصميم ممكن تطلع عليه بوجهتين نظر مختلفتين. اول وجهة نظر، بعض الناس صاروا يشوفوه متكرر كتير لدرجة انه الشخص العادي ما راح يميز انه هاي السيارة هي موديل هاي السنة او هي من الموديلات السنوات السابقة. ولكن بنفس الوقت هذا التصميم له ميزة كبير كتير، فانت اذا كنت مقتني سيارة بورش 911 فهذا التصميم ما راح يقدم أبداً، والناس على الشارع بشكل طبيعي ما راح يعرفوا إذا سيارتك هي موديل هاي السنة أو موديلات سابقة، فهذا التصميم ما راح يقدم أبداً مع بورش. ولكن طبعاً بما أن السيارة اللي معنا اليوم هي 911 تارجا 4 جي تي اس عم تتميز من الخارج ببعض الشغلات. خليني أقول لكم، أولاً بما أنها جي تي اس فعم تيجي السيارة بحجم أعرض كمان بسبب نظام الدفع الرباعي الموجود عليها، وايضا السياره عم تيجي منخفضه اكثر من سيارات ال 911 العاديه. ولانها جي تي اس طبعا عم نلاحظ انه في عليها زوايد مميزه بلونها الاسود اللي هي بتميز اي جي تي اس من بورش. طبعا هاي الزوايد موجوده معنا بالامام هون، وايضا من الخلف منلاحظ انه حتى العادم اللي هو موجود بوسط السياره عم بتزين بالكروم ايضا باللون الاسود. والسياره بالنسخه اللي معنا اليوم عم تيجي باضاءه بالكامل LED مع إضاءة نهارية، أيضاً الخلفية تبعها عم تيجي باللون الأسود لأنها جي تي اس، والنسخة كمان اللي معنا اليوم عم مزودة بجنوط باللون الأسود مع نظام إغلاق مركزي مثل سيارات السباق. وطبعاً بما أنه السيارة اللي معنا هي تارجا فهي أيضاً فيها ميزة إضافية عن أي 911 تاني، وهو هذا السقف اللي عم بيعطي شكل كتير حلو من وراء، خاصة مع هذا السقف المصنوع من الزجاج بالكامل، واللي طبعاً تقدر تكشفه عن طريق الزر الموجود داخل السيارة أو عن طريق المفتاح مثل ما أنا عم بقدر أعمل هلأ. وهذا بيخلي هاي السيارة اللي هي دايماً كانت بنظري من أجمل الـ 911s اللي ممكن تقتنيها. أما شكل التصميم من الداخل فحيعطيك انطباع رياضي فوراً بسبب الخطوط المستقيمة الكتيرة المستخدمة بالتصميم. ولكن بورش لازالت مصممة أنه تكثر عدد الأزرار الموجودين بالكونسول الوسطي. ياريت أنه نشوف بموديلات السنوات القادمة أنه يحاولوا يقللوا عدد الأزرار هاي ليعطوا السيارة تصميم أحدث بكثير. أما بالناحية المواصفات والتجهيزات اللي عم تيجي بهاي النسخة من السيارة فهي كافية لتخليك تقدر تستخدم هاي السيارة بشكل يومي. فمثلاً عم بيجي معانا نظام ترفيهي بشاشة لمس، فيه طبعاً نافيجيشن وبلوتوث، تكييف منفصل للسائق والراكب أوتوماتيكي، وأيضاً عنا طبعاً هون لوحة الأزرار اللي بتقدر تتحكم فيها بفتح وإغلاق السقف، كمان بإعدادات السيارة، علي السيارة، العادم أو صمامات العادم الفعالي الموجودة عندنا بهاي السيارة، وأيضا إطفاء المحرك الأوتوماتيكي اللي هو بيساعدك على توفير الوقود. وأمام السائق عم تيجي السيارة مزودة بلوحة عدادات رياضية كتير، بالوسط عم بيجي عداد دورات المحرك بلون خلفية حمراء عم تعطي طابع رياضي كمان. وعندنا هون بهاي اللوحة في شاشة على شكل دائري تقدر تتحكم بالمعلومات الظاهرة عليها، وهي متنوعة ومتعددة كتير من هذا المقبض الموجود خلف المقود هون. طبعا السيارة كمان مزودة بنظام تثبيت سرعة ونظام تحكم بالنظام الصوتي اللي هو من شركة بوز،
عن طريق الأوامر اللفظية أو الصوتية، وكمان طبعاً تقدر تستخدمه لتتحكم بنظام النافيجيشن أو نظام الملاحة الموجود عندك. وأما من ناحية الراحة في السيارة طبعاً مزودة بهاي الكراسي أو المقاعد الرياضية اللي هي طبعاً مغطاة بالألكنتارا والجلد، وبتقدر تتحكم ب 18 وضعية مختلفة أو حركة مختلفة لهذا المقعد لتوصل الوضعية اللي أنت مرتاح بالقيادة فيها. أما من الخلف طبعاً في شبه مقاعد أو شيء ممكن نسميه مقاعد، بظن صعب كتير أنك حتى توسع طفل صغير بالخلف، مع أنهم حاطين إمكانية إضافة كرسي للأطفال أيضاً بالخلف. البورش 911 تارجا جي تي اس عم تجينا هاي السنة مزودة بمحرك جديد. عم بيجي هذا المحرك توين تيربو 6 سلندر بسعة 3 لتر، وهذا المحرك عم بيعطينا 450 حصان، وهو رقم أعلى ب 20 حصان عن موديل السنة السابقة، وأيضا هذا الرقم هو أعلى ب 30 حصان عن الـ 911S وموديل طبعا هاي السنة. وهذا عم بيسارع السيارة لسرعة 100 كيلومتر بالساعة ب 3.6 ثانية. طبعاً لحتى تحصل على هذا التسارع والأداء، السيارة عم تيجي مزودة بجير PDK من بورش من 7 سرعات. ما بقدر أبداً أوصف لكم مدى فعاليته بتغيير السرعات هذا الجير، يعني انتقالك بين السرعات عم بتم بأقل من أجزاء من الثانية، فبمجرد ما أنك تغير السرعة من مقبض الجير أو من البادل شيفتس الموجودين خلف المقود، بأقل من أجزاء الثانية عم تحصل على السرعة اللي بعدها أو السرعة الأقل. فعلاً حساسية عالية، ولكن هذا لسه ما بتقارن بمدى الحساسية والإحساس والثقة اللي عم بيعطيك إياها المقود. فهاي السيارة عم تعطيك ثقة بدخول المنعطفات فعلاً ما بتوصف. وطبعاً بيجينا كل هذا التماسك الموجود بسيارة الـ 911 تارجا جي تي اس من بعض الأشياء. أولها إنه السيارة طبعاً فيها دفع رباعي، وطبعاً السيارة مزودة بنظام تعليق متغير، وكمان لنزيد على هيك السيارة عم تيجي مزودة بنظام بتحكم بالتفاف العجلات الخلفية، يعني العجلات الخلفية للسيارة من وراء بتلف بزاوية معينة على حسب السرعة اللي انت عم تقود فيها لتعطيك قمة الأداء وقمة التماسك على المنعطفات اللي عم تدخل فيها. وطبعا هاي السيارة ايضا عم تيجي مزودة بصمامات بالعادم فعالة، بتقدر تشغلها من هذا الزر اللي بالكونسول لحتى ترسم ابتسامة على وجهك بكل مرة تسارع فيها السيارة. فعلا صوت السيارة رائع. وطبعا لأنه السيارة هي جي تي اس مخصصة للحلبات، فأيضا السيارة عم تيجي مجهزة ببورش تراك بيرسيجن سيستم أو نظام الدقة على الحلبات اللي بسجل جميع المعطيات والأرقام اللي عم تعملها السيارة على الحلبة، وبنقلها للموبايل أبليكيشن الموجودة عندك على التليفون. وطبعاً أنت بتقدر تتحكم بكل هاي المتغيرات الموجودة بالسيارة عن طريق هذا القرص اللي بتغير فيه وضعيات القيادة الموجودة على المقود، واللي هو فيه إذا لاحظتوا زر بمنتصفه. هذا الزر فيه شيء اسمه Sports Response أو زر الاستجابة الرياضية. هذا الزر بجهز السيارة ليعطيك أعلى أداء من المحرك والجير والشاسي لمدة 20 ثانية بس. خلينا نجربه. بيكون كل شيء بالسيارة جاهز ليعطيك قمة الأداء فورا بمجرد ما تطلب. فعلا الـ 911 تارجا جي تي اس غيرت لي كل نظرتي اللي كنت بشوفها للـ 911s. بالنهاية بقدر أقولكم إنه هاي السيارة بصراحة رجعت لي حبي وعشقي للـ 911 اللي كنت بحس فيه وأنا وصغير، وكمان أثبتت لي إنه مثل ما بتقول شركة بورش في فعلاً 911 لأي شخص. وهاي السيارة قدرت ترسم ابتسامة على وجهي كل مرة قد فيها السيارة، وخاصة كل مرة كنت عم بدخل فيها أي منعطف. ولكن ما ننسى
انه البورش 911 مثل اي بورش تاني فيها خيارات متعددة كتير. فمثلا ال 911 تارجا 4 جي تي اس اللي معنا اليوم سعرها عم بيبدأ من 538 ألف درهم، ولكن النسخة اللي معنا اليوم فيها إضافات وخيارات ترفع هذا السعر ل 640 ألف درهم. فلازم تكونوا واضحين بالخيارات اللي بدكم إياها على أي سيارة لم ترغبوا بشراء 911 تارجا 4 جي تي اس. أرجو أن تكون عجبتكم تجربة اليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.